الوثائق الأمريكية المسربة كانت أوكرانيا أحد عناوينها الرئيسية. التسريبات المصنفة سرية للغاية وهي الأبرز منذ عقد قد تؤدي إلى تعقيد العلاقة بين أمريكا وحلفائها وتحديداً كييف التي لجأت إلى تغيير خططها العسكرية في أول تحرك بعد التسريبات. التفاصيل التي تم الكشف عنها في 50 صفحة أظهرت كيف تتجسس الولايات المتحدة في الواقع على الأصدقاء والأعداء على حد سواء. أسرار مروعة تم الكشف عنها، من بينها توصل المخابرات الأمريكية إلى مرتزق روسي مزعوم يحاول الحصول على أسلحة من دولة عضو بالناتو لاستخدامها ضد أوكرانيا. الوثائق المسربة توضح أيضاً كيف تمكنت الولايات المتحدة من اختراق عمق الجيش الروسي، ما يمكنها بالفعل من تحذير أوكرانيا مسبقاً إذا أرادت ذلك. ففي فبراير من هذا العام، وبحسب الوثائق المسربة، كانت الولايات المتحدة على علم بأن الجيش الروسي يعد لهجوم على منشآت الطاقة والجسور في أوكرانيا، لكنها التزمت الصمت حيال ذلك. الوثائق كشفت أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية S-300 من الحقبة السوفيتية ستنفد بحلول مايو، الأمر الذي أغضب مسؤولي كييف الذين سعوا لإخفاء نقاط قوتهم وضعفهم عن الكريملين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.